بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن ربكم الله
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي
يرسل الريح نشرا بين يدي رحمتي وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمتي وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمتي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا فيه كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء سقناه ببلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد طيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Thank you.
وعجبت أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين أوعجبتم مبشرا ونذيرا كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة قتلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد سالم عامر إمام مقر جامع الأزهر الشريف بالقاهرة والمقيم بمركز ومدينة حوش عيسى الصوت والضوء ومخازن الفراشة الحديثة الكبرى ركبة تحت دارة وشراب اولاد الحج عبد الرازق حويل
المقيم بمشروع سبعة. أما كل مجانا بالأعزاء كان سعيهم مشكور.